سريعة باتجاه إيزي وفرصة لسفر الصقور ويبقى خطر وفرصة هدف هدف وحنشوف الإعادة. إيزي انطلق باتجاه مرمى فريق النصر واستطاع إيزي إيفيان أن يسكن الكرة داخل شباك السلم الصبي. إذن فريق الصقور ينجح في تقليص الفارق بعد كرة وصلت تمريرة وصلت للنيجيري إيزي. Happy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. I'm happy rough around the edges, baby, yes. I keep it happy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. إذن المباراة هي الثالثة في هذه المجموعة من ضمن مباريات المجموعة الأولى وعبر المباراة الأولى للفريقين هنا بملعب طبرق وتحديدا بملعب نادي محمد العوام رقم 15 بينما خط الوسط محمد ناصر ابراهيم العجيب وزبير الدراجي وكذلك كان في توسيع هدف المنطقة الجزاء تعاود بثقة كبيرة بمنتخب واتباعات فريق نادي النصر. النصر يحاول والمحاولة الثاني والمباراة إلى حد الآن النتيجة لازالت بيضاء وخطأ وحكم المباراة لا يتردد بكل تأكيد حمزة أثموني في احتساب خطأ البحث عن البقية ورمية التماس حاضرة. آخر المواسم التي العرفاوي التونسي والصقور الكابتن جمال بن نور سجل الهدف في ذلك الوقت وليد الشبلي المباريات النيجيري في هذه اللحظات عن طريق الجهه اليمنى النصر يحاول تعود من جديد سمريع مرور بدر وقاسم رزيق بينما المتوفيين ايضا عبد القادر جعوده رحمه الله عليهم والعشله وكذلك احمد السيد وعطيه ابو سيد.
محاولة صراحة لتبقى السكور سوي كيف معي الآن فرصة لصالح السكور ومتابعة وفرصة لصالح السكور تعود الكرة مرة أخرى لصالح السكور متابعة لعلي يوسف إبراهيم يدخل في حوار مع في تدريب فريق السكور في لقاء كان حافل الأهداف وهذا إيفان جديد جيل إيفان أهداف السكور الخطير لهذا اللقاء لقاء يمثل أهمية كبيرة والغادي يقدم وايضا يقدم